الجعفور بيكيسي برنامج شو بيطلع عندك؟ برنامج موجود عندي صغير وكبير. الاسعار شلون الاسعار؟ والله مناسبه جدا. احنا نبيع جمله ومفرد نفس الشيء، ما نحمل على الزبون. هذا الموسم يختلف عن باقي المواسم؟ والله كلش، يعني كلش بيركود هاي السنه، كلش ركود بي. اي والله شو جهل تشير بس الفنادق. سبب؟ سبب مخش تعليم. ليش؟ لان لو يقطعون استيراتي ما حد يشتريها، بس هو الاستيراد موجود وماكو واحد رقابه. لو اكو رقابه وهاي تتحاسب ما حد اشتراها. شو اسعارها؟ عالي اسعار، غالي. الناس تشتري، يعني انا صار لي قاعد 4 ايام بالسنتر، اكو بنادق اكو بنادق، حلويات ما قاموا يشترون الا البنادق. رايك من يتحمل مسؤوليه هذا؟ اكو اصابه، التاجر ام المواطن ام الحكومه؟ والله غير صدق، الحكومه ما تقطع الاستيراد مال، لو قطعوا الاستيراد يعني موسم واحد مال عيد ما تداول بالسوق، بعد تنقطع. جاء الهمي من العيد يسال عن محلات ماكو ما يتجه لها البندقيه. شو يسوي البندقيه؟ البندقيه اذيه. شوف بس كل عيد هذا مصابين 10، هذا طاير عينه، هذا طاير، ما يصير. زين اكو نفس الشبيهه بس شو راقي، مو شو اسمه يعني، بس هيك صوت مو ما يشتروه الا بالسجن. الا بالسجن. صايبين لكم السجن؟ اي بس انا مليون راح اتسوق ويمشي. كلهم السجن؟ كلهم السجن، يعني الربح مالهم احسن، يعني باكيت كب واسرع، يعني هذا اليوم وين يقضن؟ الحلويات ما تقضي. حركه البيع او الشراء شلون هذا الموسم يختلف عن العام؟ والله استاذ العزيز غير صدق، الموسم على الموسم بالاسوأ. هاي ممنوعة باعتبار وزارة الصحة مانعتها، وأنا أصلاً ما أتقبل هذا الشيء، يعني بها أذية على الأطفال، فأنا ما أتقبل هذا الشيء. الموديلات الموجوده هسه اكثر شيء، والله الموديلات سنه عن سنه تختلف. ايتم يعني ينزل ايتم جديد، السنه يعني نزلت هواي ادوات تخص المهندسين، ادوات نجاره، يعني هواي شغلات جديده. والله كلها مضره صراحه، مضره على الجهاز، يعني يضل واحد يعاكس الثاني. زين يجوز جت بعينه وصارت يعني عندنا العام بالعيد تعوروا يعني اكثر من 3 نفرات ايش يمنا من الجهاز، يعني يصير شلون شيء تهجم على شيء فيتاذون بها، يعني غلط. يستوجب له توصيه من وزاره الصحه ومن وزاره الداخليه يعني الراجل يفترض انه يفترض التاجر من ذاته من روح الوطنيه انه يبعد الاطفال عن هذه الحاله. يسبب مشاكل؟ اي سبب مشاكل، وبعدين تبني بروح الطفل روح النزعه وروح العداء وروح التجاوز على الاخرين وحب الحروب. اي يعني ما اشوف، انا اشوف انا سوقت البنات ابني اطفال يعني حلوه تربي عقولهم تكون على الاقل، لعابات مثلا الوان زاهيه تشغل نظرهم بهن عقلهم بهن. يعني انا ما اشجع لا على شغله بيع الاسلحه بالسوق، لا التجار استيرادها، ولا حتى الناس اللي المفروض ما تساعد على شرائها. نتمنى من الحكومه انه تمنع هاي الاسلحه اللي هي السجن، لان اكثر الاذيه جاي تصير من عندها. فنحاول احنا بقدر الامكان ما نجيبها ما نستوردها على مود لا تكون اصابات يعني بهاي الفتره الموجوده، وخاصه بالعيد يعني هي اغلب الاوقات بالعيد الناس تشتريها. فنحاول ان شاء الله نمنعها من هذا السوق يعني، والحمد لله والشكر نشوف العالم يعني ما جاي يجيب الشيء اللي يؤذي الاطفال، تجيب الشيء الخفيف. اي بس الحمد لله يعني انت تقول احنا نحاول قدر الامكان نمنع، بس شوفت عينك يعني التاجر كل شيء يجيب، ما تقدر تمنع تاجر تاجرين ثلاثه، فصعبه شوي عندنا. اها لازم تكون اكو رقابه عندنا انه تمنع هاي الشغلات اللي هي شكو شيء هي وشراقي، اكو شراقي هم نوعيات اذي ترى يعني. Thank you.